أسموها قبيحة لشدة جمالها، تفوقت على 3000 جارية سحرت قلب المتوكل بالله. سيطر عليها حب المال حتى أودت بحياة ابنها لشدة بخلها، المعتز بالله الخليفة العباسي الذي مات عطشاً بسبب أمه. قبيحة إحدى جوار المتوكل بالله، سموها قبيحة لعدم وجود وصف يليق بجمالها فنعتوها بالضد. أسرت قلب المتوكل من بين كل الجواري، وازداد حبه لها بعد أن أنجبت له ابنها المعتز بالله. محمد المعتز بن المتوكل ابن المعتصم بن الرشيد ولد سنة 31 و200 من الهجرة. كان شديد الذكاء لدرجة أن قدمه والده على إخوته في تولي الحكم. انزعج ابن المتوكل الأكبر المنتصر فتآمر على والده. تولى المعتز بالله الحكم سنة 51 و200 هجرية. كان أصغر من تولى الخلافة العباسية بهذا العمر، كما أنه أول من ركب بحلي الذهب بينما كانوا يركبون الفضة. تحكمت قبيحة بابنها حتى إنها سيطرت عليه سيطرة تامة. رغم ذكائه كان ضعيف الشخصية، ووالدته هي من تصدر الأوامر. جلبت الجنود الأتراك لصفها وحرضتهم على عزل الخليفة المستعين بالله عم المعتز، ثم قتله والتخلص من أي أحد من العباسيين قد يسبب خطراً لها ولابنها. استولت فيما بعد على كل الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة وخبأتها في أماكن سرية لا يعلمها أحد غيرها. أشعلت قبيحة الخلاف بين الجنود الأتراك والمغاربة، حيث اتهم المغاربة الأتراك بأنهم قاتلوا الخلفاء العباسيين، مما أشعل نار الفتنة بينهما ودفع الأتراك إلى قتل زعيم جنوب المغاربة. أمرت قبيحة ابنها بألا يعطي الجنود مستحقاتهم. ثار الجنود بسبب تأخر رواتبهم، فطلب منها المعتز إعطاءه المال لدفع الرواتب، فأجابته قائلة: ما عندي شيء. قتل الجنود الثائرون زعيمهم وصيف كونه المسؤول عنهم. فيما بعد تم تعيين القائد التركي بغا، ما كانه لتتخلص منه هو الآخر. حاولت قبيحة إعادة كرة عدم تسليم الرواتب، لكن بغا فهم اللعبة ولم يسمح لها بتنفيذ مآربها، فحاول السيطرة على 20 بغلة من بغالها، لكن حراس المعتز كانوا له بالمرصاد وأمسكوا به وقتلوه. استدعت حينها صالح ابن وصيف ليكون قائد الجنود لتتخلص منه أيضا. لعبت معه ذات اللعبة، لكن مخططها لم ينجح هذه المرة. أسر صالح الوزير أحمد ابن إسرائيل والخليفة كرهينة حتى يجبر قبيحة على دفع الرواتب للجنود، لكنها أبت أن تدفع لهم شيئا وضحت بابنها. جروا المعتز من قدمه حتى باب الحجرة وعزلوه من منصبه، ثم ضربوه بالدبابيس وأحرقوا قميصه الذي يرتديه وعلقوه في الشمس. في تلك الأثناء اختبأت قبيحة في سرداب في غرفتها حيث تخبئ الذهب والمال. يؤدي ذلك السرداب إلى خارج القصر، أخذوه إلى الصحراء وظلوا يعذبوه حتى إنهم منعوا عنه الطعام والشراب. طلب منهم قبل موته أن يسقوه الماء، لكنهم رفضوا. ألقوا القبض على قبيحة قبل أن تهرب من القصر. رغم أنها تسببت بموت ابنها، كانت تنوي الهروب دون التفكير به، ليكون أول خليفة عباسي يموت عطشا بسبب بخل أمه.